كليتو لعب باك ليفت كويس. لين معروف يقدر يلعب في كذا مركز. يعني يقدر يلعب في نص الملعب كويس، يقدر يلعب باك ليفت كويس، لان هو هو لعيب جوكر تقدر تحطه في اي حته وتلعبه، بيأدي كويس جدا، هو مؤدي. فانت بتستغله. احنا كان عندنا مشكله في الباك ليفت، فكنت بتلعب معروف باك ليفت. لما فتوح رجع كويس فبقيت بتلعب فتوح وحطيت معروف في نص ملعب، فهي بتبقى احتياجات مش اكتر. وبيبقى في اولويه ان انت ما عندكش حد فبتلعب معروف، انت مش هتجيب واحد بيلعب يمين وتلعبه ناحيه الشمال. طب انت شايف ان ازاي معروف ممكن يمشي السنه دي؟ هل من وجهه نظرك ان في كلام بيتقال ان معروف يمشي ويجي مكانه ايوب الكعبي او مش عارف؟ بس هقول لحضرتك حاجه، ما فيش حد في مصر كلها يختلف ان معروف يوسف لعيب كويس طبعا، لكن مش يعني مش ده اللاعب الافريقي اللي الزمالك يجيبه، يعني ولا الزمالك ولا الاهلي. عشان بس الخص لك الموضوع، الزمالك والاهلي عايزين لعيبه افارقه سوبر، وما بيكونوش يعني انا بفضل انهم يكونوا في الدوري المصري. يعني ما تشتريش لعيب افريقي بيلعب في الدوري المصري، اشتريه من بره دايما، لان في لعيبه بره في حتت كتير جدا يعني يقدروا يفيدوا. ودايما لما تيجي تشتري لازم تشتري دايما في مركز الفيرود، الجناحات دايما لازم تشتريها، الراجل اللي بيلعب بلاي ميكر هو رقم 10 لازم ده لما تيجي تشتري هتشتري ده. لكن انا مش هشتري ديفندر افريقي، او هشتري سيرد باك افريقي، او هشتري باك ليفت افريقي، او باك رايت. يعني انا مش من انصار المدرسه. يعني انت شايف ان معروف يوسف ممكن عادي يمشي ويرجع؟ يعني لو عندك لعيب تقدر تجيبه سوبر عشان تستغل المكان ده، ما عنديش مشكله طبعا. لكن ما يضحيش باي حد، يعني ما يضحيش مثلا بكاسونجو، وما يضحيش مثلا مين عندنا تاني في ده؟ كاسونجو عندك نقاش حمدي، وعندك حميد موجود ده لسه جاي طبعا. حميد فمش حميد مش هيمشي ولا نجاز هيمشي؟ لا انا بقول لك، لا حميد في معروف لعيب كوره، عايز اقول لك ما فيش غير معروف. يا معروف يا كاسونجو. هو